شهرين تقريبا وما يزيد عطات العلامة. الناس اللي ساكنين مشاو في حالتهم تحولوا لواحد اتجاه اخر، بقات الدار دايرين لها البارير، البارير كيتحيد وكنرجعوه، كيتحيد وكنرجعوه، وكنعلم رجال السلطة كنعلمهم ما يخطر ما يوجد ما يثلاثة. هاتي كلشي مسجل هنا عندي بالتليفون، ولكن ما لقيناش اللي عاوننا وحمينا، راه عايشين في هذه الليلة. كاين خسائر غير واحد شي جوج سيارات دازت مع واحد 10 دقائق ديال الدراري الصغار اللي كيخرجوا من المدرسة المحمدية. هي اللي واحد 10 دقائق باش دازت هذه الكارثه. فيها سويقه اسبوعي جوج خطرات في السيمانه، السبت والاربعاء. السبت والاربعاء كيتحملوا الناس مسؤولين. وزير السكن هو الاول، وزير السكن عارف حيبوا الجدور وحيبوا ضر صبنيول وعدتنا والبلديه، عده ديور في يد الله. كاين اللي كدابا بارك في دارو منتحر، كيشوف في الموتراهيه وما عندوش فين يمشي. وكنتوجه هذا الشيء لسيدنا الله ينصره، هو وزير السكن، هو وزير الاول اللي شعل لنا العافيه في المعيشه، شعلنا في المعيشه. ما شافش في هذه الحالات، هادو هاد الحالات ما شافهمش، شاف غير في المعيشه العافيه كتشعل من التحت. الدار هادي راه قايل السقوط في درب السلطان في الدار البيضاء، وديجا درنا اشعار للسلطات انهم يجيو يطيحوا الدار هادي بشي وسائل اللي هي بساط، والناس تشوف ما يبقاش حتى لدابا فاش غطيح. والحمد لله ما كاين حتى شي اصابات ولا حتى شي كوارث، يعني كانوا الدراري تيخرجوا من المدرسه ولنفترض انه طاح شي حيط على شي دري، كيفاش غتكون ديك الحرقه ديال الوالدين ديال دوك الدراري اللي غيكونوا تصابوا بشي كارثه الله يستر. يعني راه هاد الشيء راه غير عبره للديور اللي طاحوا قبل والديور اللي غي يطيحوا، راه مازال الديور غيطيحوا، مازال 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 انهم هذا الشيء راه غير عبره. تحركوا وديروا الخدمه ديالكم قبل ما انها طيح، حتى الا طاحت بلا ما تجي، راه غير الناس دابا يتحدوا بالزنقه غيجمعوا هذا الشيء اللي حول الكاميون الزبل غيمشي. يعني بغينا الناس انها تراعي وتشوف قبل ما طيح الدار، انها طيح بشي لوازم ومعدات اللي هي راه التكنولوجيا دابا راه متطور. كانوا ساكنين الناس هنايا وهجروا شي 10 سنين هذه، شي 10 سنين هذه وخواه، وقالوا لهم اودي راه غطيح الدار، ومشاو تاهو هما كيغوتوا وكيديروا شحال من حاجه ما داروا. يعني ما كاين والو، ما كاين مراقبه ما والو، تنبقاو حتى كيوقع الحادث عاد تنديروا فيها كاينين. ومن هنا كنشكروا الامن الوطني والسلطات وحتى الوقايه المدنيه اللي حضروا باش انهم يكملوا هذا الشيء اللي واقع، وشكرا لكم كامل.